أهلا بكم في النشرة المحلية من قناة الشروق بعد الفاصل. دعا رئيس نادي الأمل العطبراوي جمال حسن سعيد لإعادة النظر في الكيفية التي يتم بها الدوري الممتاز، لافتا إلى أنها لم تحقق التمثيل الجغرافي المتوازن والبعد القومي الذي كانت تتميز به بطولة الدوري الملغاة على حساب الدوري الممتاز. وقال سعيد خلال المنتدى الإعلامي الرياضي الأول لنادي الفلاح حول دور وسائط الإعلام في تطوير الرياضة في ظل المتغيرات الوطنية، قال إن المسابقات المؤهلة للممتاز تعتبر منافسات حرة وغير خاضعة للموازنات السياسية أو الجهوية، لكنها حرمت في المقابل مدن وولايات بأكملها من الولوج للدرجة الممتازة، في حين عززت من ثقل التمثيل لمدن وولايات بعينها. دخول الممتاز هو خاضع لمنافسة حرة وليس فيه يعني محاباة وليس فيه مسائل سياسية ولا مسائل جهوية، لكن أنا أعتقد بأنه حق الناس يعيدوا النظر في هذا الأمر. يعني أنا بتخيل الدور الممتاز هو جبديل للدور العام اللي هو كان بيتمثل فيه كل ولايات السودان. الآن مدينة زي مدينة عطبرة فيها 3 فرق في الممتاز، وفي مدن كبيرة جدا جدا لا يوجد فيها تمثيل، في ولايات كاملة لا يوجد فيها تمثيل. إلى ذلك طالب رئيس نادي الأمل عطبرة جمال حسن سعيد حكومة ولاية نهر النيل بزيادة حجم دعمها لأندية الممتازة الأربعة بالولاية، واقترح سعيد أن تتنازل حكومة الولاية عن جنيه واحد خصما من رسومها التي تتحصلها من كل طن أسمنت دعما لأندية الولاية. وجود 4 فرق من الولاية في منظومة الدوري الممتاز، والناس بتأمل وبترجو أنه حكومة الولاية تدعم هذه الفرق الدعم الكبير جدا جدا. صحيح الحكومة الآن بتقدم دعومات للأندية الأربعة، لكن يعني الرياضة أصبحت صناعة، وهذه الصناعة تحتاج لأموال كبيرة جدا جدا. الآن في مجال الأسمنت يمكن الولاية فارضة 35 جنيه على كل طن بتاع أسمنت. الناس زي رؤيتها بأنه لو الولاية خصصت جنيه واحد من في الطن من ال 35 دي بتخليه بيبقى دعم ثابت ومستمر. وفي السياق قال الخبير الإعلامي الأستاذ كمال حامد إن العمل الإداري بأندية عطبر الرياضية تجاوز حاجز الصراعات، معتبرا ذلك من أهم عوامل تميز وتطور كرة القدم بالمدينة وتمثيلها بثلاثة أندية في الدرجة الممتازة. فرق عطبرة كسرت قاعدة الصاعد هابط، يعني الأمل كسر هذه القاعدة، وإن كانت هناك فرق يعني لم تكسر هذه القاعدة ومنها الشمالي ومنها الأهلي في فترة من الفترات، ولكن الطريق الماشي فيه الآن الفلاح سيواصل هذا المسير. يعني فرق تصعد وتتقدم وتمثل السودان خارجيا كما فعل الأمل. احنا الحقيقة لم نعد نسمع بالمشاكل الإدارية والصراعات الموجودة في عطبرة. يعني الآن أنا سمعت له في أحد الأندية كنت أنتمي لها في عطبرة يبحثون عن رئيس النادي، يعني فنحن ما عندنا صراعات، الداري بالرئيس فليكن طوالي لأنه الناس يبحثون عن القيادات. يعني